الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا، ثم ما بعد. الكبيرة الخامسة والخمسون، كبيرة الشنية كنتناد، من ذبح لغير الله تعالى والروح أقورع الله سبحانه وتعالى عذان هين شيء نفكي وقلي بوح أقورع الله سبحانه وتعالى عذان هين إذا دونتها هاتو مثل أن يقول وإن يدهدو، يعني أذبح وحنيفك كوجو رعيا باسم سيدي سيد كي جمعي عيسان كوجو رعيا الشيخ الشيخة شيخ لو جورعه، أما الروحاني من جسين لو جورعه، أما صاري بورنا لو جورعه، وحكستو إلهي غير كي ما بنانا إيه وح لو جورعه. قال الله تعالى إلهي وحده سبحانه وتعالى ولا تأكلها عننا مما شيء لم يذكر اسم الله عليه ألا سبحانه وتعالى مجعيس أن لقو حسن، وإنه يسقو لفسق فسق ويضعك بحوي. العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عبد الرحمن الحرقي وحلقوري عن هاني مولى علي علمتك وحري جعل كيسة أن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب الله يكرر لنقضي قال وحري يا هاني هاني وماذا يقول الناس ضدكم حيليهين؟ قال وحري يدعون وحي شيغانيان يعني ان عندك اكتاد انه هذا علما علمي علم قاسو من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي كسغنادي كاسو لا تظهره ضدك اذن موجين علم جاره اهل بيت كاداتهين ليدن كو خصيصي والنبي محمد الدين قريي اي شيغانيان يعني. فاستخرج وحسو بحيي صحيفة ورقد بكسو بحيي ورقد أصو من سيفه، يعني سيفتي سكوشرتي فيها ورقد وحاقصنا هذا كان ما شيء ويسمعت عن كمغلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقار أهل بيت أهل بيت كهدانو نهي النبي محمد ونقو خصيصي سيدة شيعاد وإليه ذا هم شرتي أحاديثتي النبي وحي عن كقرتي أمبا ورقدا قال سيفتي كوشرتي يقرر. طيب هذا كان ما شيء سمعته عن كم قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي عن كم قال يسقوله لعن الله الله نعذل ونحرستي سهكذا ريو من ذبح روحي أجور على غير الله إلهي غيرك روحي أجور ومن روحنا إلهي نعذل تولى كولي يشاء غير مواليه جعلك سعيدا نهين كولي يشاء ولعن الله إلهي سبحانه وتعالى هن عضل ونحريستي ساكده ريو العاق لوالديه لبدي سوالد متك عاق كوا ولعن الله الله سبحانه وتعالى هن عضل متنقص متك نسقى مني وحكدمي وحكبدلي منار الأرض، يعني أي معالم الأرض على مضيه أرلد يدولك متك دوريني إلهي سبحانه وتعالى هن عضل بيرها إيو حالو سمي يا دولك حدود يا سهدين بارلو سمي حدود يا سهدين تيبو بدل يا هبينك انتو قصو قوري ايو بيرتي فغين يا يعني درس كي سيبو كو فغين يا حولي مرك النبي صلوات الله والسلام عليه ولعن الله الله هن عدلو متنقص متك وحكدم منار الارض ارلد على مديه دي سهدين تيدي متك وحكدم وحك بدلة اخرجه الحاكم باصو صاري في صحيحه مستدرك يسوقه صاري صاري وان حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم رسولك الى وحي لعن الله الله هن عضل ونحرستي سهكذا يوم من ذبح روحي قورعا لغير الله الهي غيرك روحي وحو قورعا وحكستو لقورعا وحالو قبا هن يهي مقصدك اي ان يد لو قورعا ان الهي سبحانه وتعالى درتي لو قورعا شردك اللباد نوحوي وبسنك ان لو قبتو الهي سبحانه وتعالى لقوحس. بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الكبيرة السادسة والخمسون كبيرة كنتن اللي حاد حوي من غير الروح دوري منار الأرض
دولك علامديه سي معالمتي سياستانتيس لعن ولا نعدل في حديث علي رضي الله عنه حديثك علي هذا انه صومرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبي كسبناه وروى وحوري عمر بن ابي عمر باوري عن عكرمه مولى بن عباس وحكوري عن ابن عباس رضي الله عنهما الهي كرى لنقضي قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي وحوري لعن الله اللهن عدل سبحانه وتعالى من ذبح روحي قورعا لغير الله الهي سبحانه وتعالى غير كي روحي وحو قورعا لعن الله الله سبحانه وتعالى هن عدل من غير روحي دوريا يعني تخوم الارض يعني دلك على مدهيسا تخوم واسهدنت يعني وحي لمعنا طيب النار وكل تخوم الارض دلك اسهدمهيسا روحي دوريا إلهي هن عدلو لعن الله ألا هن عدلو نحريستي سهكا ديريو من كمها روحي أنبياء الأعمى إن دولها عن السبيل ودد روحي كأنبياء لأن دلبا كويل حقي أمرا ميل هبلا وقصاد أنبي صوحة ترمي حق أمر وقصاد أنت يدب النقو لعن الله ألا سبحانه وتعالى هن عدلو نحريستي سهكا ديريو من كمها روحي أنبياء شدك كلمية يعني الأعمى نينك إن دولها عن السبيل ودد كلمي أدام أذيك نعمة إلهي كسيي وإنه كوغو ديقي كي إنها أنقبنا إلهي سبحانه وتعالى إن دل أنت يعني إنه ألا سبحانه وتعالى آنسين إن الضريق كلمي وخبسي إيا الضبيعات يعني ملكا شخصية حمك وكشرت لعن الله إلهي سبحانه وتعالى هن عدل حريستي ساكدر يوم من سب والديه لبدي سوالد روحي عاي يعني مركا أما توس هو عايو أما السبب هو قلنا قدو السبب حاويين أدقف كلا عايدو كذب نقف كي كلنا أوالد كعايو وملعون مركا لعن الله ألا هن عدل سبحانه وتعالى من عمل الروح السمية يعني عمل قوم لود لود قوم كيسي عمل كودي روح السميينا الله هن عدل والواتك واطين صومر ورواه عبد العزيز الدار وردي ووري عن عمر أيك وري وساد فيه وحنك سيادي لعن الله على سبحانه وتعالى هن عضل حريستي ساكد ريو من وقع روحي قدعي على بهيمة نف حولا وميران روحي وحض انتي وحمودين نحريستي إلهي الله كد ريو سبحانه وتعالى وحديث صحيح رواه القليل ك لبكم صدح بقول يكنتم بالغو صحيح يال الكبيرة السابعة والخمسون كبيرة يكنتنات وصب أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وإن لعايه صحابة كودي ووينا إن لعايه علماء مركي تعليقنا ين حاشية يكون تعليقيا محيدة هذين لا وجه للتقييد بالأكابر بل الصحابة صحابة كلهم دمانت وذوح صحابة دمانتو أما هيا راد أما هو ينادي إن لعايا ما بنانا لكن سقو حلقو تأويلنا يا إمامك وحلقو تأويلنا يا أكابر الصحابة وحولي هي أكابر الصحابة الشيعة ذي كبحسن لعظم ما قيوه كور الدناية وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحولي إن الله الله سبحانه وتعالى عز ويناي وجل غالب هاي قال وحولي من عاد روحي علادي وليا ولي ولقى صلي أنيق إيسو ناضي فقد آذنته وحان أغيسي بالحرب دقال رواه البخاري قد الروح إلهي سبحانه وتعالى حرب إيا دقال إنو لقلي إلهي أوبالان قاضينا ودكتين إن إلهي سبحانه وتعالى وكقو ليسني وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي حري لا تصبوا هعائنا أصحابي أصحابتي ذا هعائنا فوالذي نفس محمد بيده الله نفط النبي محمد أي قعنتي سكوترتان كورنارتي لو أنفق هدو بحي أحدكم متكين مثل أحد ذهبا أحد وحليق ذهب هدو متكين أو بحي ما بلغ مقارين مد أحدهم يعني أحد كود متكي صلى الله صعب والصحابي أو بحي ما نقارين ولا نصيفه بركيس متكا بركين ما نقارين بي متفق عليه خالد ولبا حديث كوحو صببهان كصاب سنة عبد الرحمن بن عوف إيه خالد بأرين الأحمر طيب مركزا خالد بأوحي ما واحد من أقول دررسان إنسان ما واحد من أقول فان إنسان حوجا ما المؤاد إسلام كنا قصه الرئيسين كذا النبي وحري لا تصب أصحابي لا بدو أصحاب سوما
لكن أصحابته وحاهد اللوتشي إذا رج إيمانك أسوه هري عبد الرحمن بن عوف يوم حيكم إذا هاين عشرة المبشرين بالجنة مركن نبي يقول حولي الله النفط إذا أي جعنتي سكوتر تام كل أرتاي مد إذنك إذن كم إذا بورت أحد وحلا يقودها بهدو بحيو صحابة إذا مد أي بحيو المجاري مد كوا الله بدأ صعب موجود أيالي لهذا هل بيجن هذا حلقو قدرنا والحب قالوا جرام مسكيلو إيو ولا نصيفه متكبركين ما نقار متفق عليه. قالت عائشة رضي الله عنها عائشة وحيت الأمر وحال فري بالاستغفار إن الدمبداف أويديان صحابة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذات كي دمب أمر وحال فري بالاستغفار إن الدمبداف أويديان لأصحاب محمد أصحاب النبي محمد إلهي الدمبداف أويديان فصبوه مركزي عاين dadkii nabi maxamed u barbaariyay ceelkii saafiga uu ka waraabiyay diinta inoo soo gudbiyay bay abaal waxay uga dhigeen inay caayaan quraanka maxaa lagu faray bil istighfar atila ilayhi wal ladina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim maxay ugu abaal gudeen waxay leedahay umir waxaa la faray bil istighfar inay saxaabada ilaahay dambidaaf u waydiyaan li ashaabi muhammadin fasabuhu markaasay caayeen rawahu hisham ba wari hisham ibn urwa an abihi urwa ibn subayr an aisha rawahu muslim wa yurwa waxaa la wariya an nabi sallallahu alayhi wasallam nabiga waxaa laga wariya annahu qala inuu yiri man sabba ashaabi ashaabtayda ruuhi caaya fa alayhi dushi sahaaha to la'natullah لعنده إلهي دوشي سهك لعده طيب حديثك وكعب ري صيغة التمريد وكعب روحه ويروى وحال وريا لكن حديثك صحيح ومن حديث أنس بن مالك صحيح هذا يعني الرقم كصدح كن لببق لي أفرت بالغ صحيح روايتك لو شاهدوا أنا واجر تاي النبي قوليه من صب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين روحي أصحابتي دعايا لعنة إلهي هكود عدو ملائكة لعنة ديادو هكود عدو داد كدامان تود لعنة دودو هكود عدو حتى صحابة وحي لحمري معاوية علي لحمري أهل سنه يعني وحي نقو بربارين أيان يا سنة نبي صلوات الله وسلام علي إنا إنو كقاب سنو النبي قولي هاي إذا ذكر أصحابي فأمسكوا هدي أصحابتي إذا لقى الشيكي وكقاب صدا وإذا ذكر في النجوم فأمسكوا وإذا ذكر في القدر فأمسكوا حديث صحيح الجامع الصغير شنبغ الأفرطن يشن وقال علي رضي الله عنه وحر والذي أليه بان كدارته فلق الحبة حبد أليه كالدلعي بان كدارته حبوبتا مرهان يعني مركا أبورك الله سمين أيه للك لقليا كدبنا إلهي بان كالدلعي جيت كذا ركتي بان كصبح والذي عليه بان كدارته فلق الحبة حبدة حبوبتا أي مرها كالدلعي وبرأ النسمة نفتنا أبو ريب بان كدارته إنه أرنج يشان قحوية إلا عهد النبي نبي بلنتي سيوي نبي الأمي أميقها إلي أو يقول بلنتي بلنتي أسمعي هيد أن لا يحبني إنا نتعلانين إلا مؤمن روح مؤمن إله إيمانك أهبي ويقفك لأي متعلانين ولا يبغضني إيه معرون إلا منافق منافق ويعيدك لي معرون علي بقى أستاذ مركة ورنا رواه عدي بن أبي ثابت عن سير بن حبيش عنه رواه مسلم يوم مسلم في صحيح كورني هذا البا إمامك مركة هذا الك علي كاستنباط يا أو في رصد حول فإذا كان هدويه هذا أرنك قاله النبي صلى الله عليه وسلم نبي إنه يري في حق علي علي حقي سي هدي سيدا النبي وكيري فالصديق أبو بكر باب الأولى أبو بكر باب كأولي سن والأحرى إساقا كحق لو كمدا لأنه محايا لأفضل الخلق خلق كمتك وقفض لك بدوي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي كقدال ومذهب عمر وعلي رضي الله عنهما مذهب كعمر يا علي سيدا يكتك وحوي أن من فضل روحي فضلا على الصديق أبو بكر صديق روحي كفد إلى أحد الروح روح كلا روحي كفد إلى أبو بكر فإنه يجلد ولا تشيد ليا
جيدل با لو دفنيا حد المفتري مدكي بين ابور كسمي يعني مركا تعسيرتي جناحي لجناحي يا جيدل كي لو دفنيا با لو دفنيا علي با سداله شيعاده مركا حقي وركود كو يار. فرواه شعبة بن الحجاج باوري العتكي ابو البسطام عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى. عبد الرحمن بن ابي ليلى ومن اوصاد التابعين ومن ثقه لبن ابن ابي ليلى ليدهدايو طلبوا ان كلا برتو اد لو باينين وحال يا محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى اسغا دلي ابن ابي ليلى اسغا لو سو غابيا محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى الفقيه اسغا ضعيف أما عبد الرحمن وضيقة وننسقة أن الجارود بن معلى العبدي جارود بن معلى العبدي ننك ليهذا قال وحيد أبو بكر أبو بكر با خير كخير بدن من عمر أبو بكر با عمر كخير بدن وأنا سيدي صح ظاهر فقال آخر ننك لا وحيد عمر با يعني خير كخير بدن من أبي بكر أبي بكر كخير بدن عمر با أبي بكر كخير بدن فبلغ ذلك أرنجاس يعني فبلغ وجار ذلك أرنجاس تفضيل كائن عمر أبي بكر لقفد لي عمر بيجاري فضربه وجراء عمر بالدرة شابوجي أم أوشي سيبك وجراء أوشي يعني وحكوا إدبين شري درة والي قانايو درة عمر وحوي وباشي صبيق لقوا إدبيه والداريات درون فالحاملات ويقرنوكي لوجتها جواي أيو رئيك madaxa intuu ka garacay markuu dhulacay wuu yiri igada amirkii muuminiinta waa iga tagay sheeydaanka wixii akhriyay fadarabahu wuxuu ku garacay bidirati ushiisii wuu ku garacay xataa shaqara ilaa uu kor u taagay ninkii birijlihi labadiisa lugood ilaa uu kor u taagay labada lugood wuxuu kor u taagay macnaha ushu iska celinna waas in laga daayo tayib shaqara bimaana rafaca rijlihi ilaa labadiisa lugood kor u taagay وقال وحيري إن أبا بكر أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبك النبي محمد وي وكان وحوى أخير الناس ذاتك متك وقو خير بدن في كذا وكذا سدا يا سدا من قال روحي إلى هذا غير ذلك سدا وحان هين وجب عليه دوشي سوحا كوا تبي حد المفتري متك بين أبور كسمي حد كي كوا تبي أو أتيادا إن مركال وقنا قرعه أو لا تعسيره أياك هو جبس ومدان وحاقو خير بدن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ياقو خير بدن أبو بكر ثم عمر ساس الله وذي ثم عثمان. عبد الله بن أحمد باب في فضائل الصحابة كسو صارية أبو نعيم في الإمام أيو كسو صارية ابن تيمية رحمه الله تعالى في صارم المسلول على شاتم الرسول أيو كسو صارية ورواه حجاج ابن دينار باوري عن ابي معشر عن ابراهيم بن يزيد النقعي عن علقمه قال وحي سمعت عليا علما مقلي رضي الله عنه يقول استغل بلغني وحي سوغا ان قوم يفضلونني ان ايغا فضليان على ابي بكر وعمر ابي بكر وعمر ان ايغا فضليان من قال روحي الى هذا شيئا شيئا من هذا كمذا فهو مفتر مد بين أبورتي وبين آله ويبوركي سادة سنين عليه دوشي سوحا هذا ما على المفتر مدك بين أبورك السمي وحي دوشي سلاسي مككوها أو أه تعسير يمرك حدود إن لغتر. وعن أبي عبيدة بن الحكم عن الحكم بن جحل أن علي رضي الله عنه قال وحوري لا أوتي لإيكين مايو برجل نين وفضلني يفضلي على أبي بكر وعمر أبي بكر وعمر يفضلي إلا جلدته وانشد لي حد المفتري مثلي بين أبور كسمي حد كيسان قلو فنيا ساس مركا أثارتا سوى متواتر ويكسو انتهي. عبد الله بن أحمد با ورنيا يعني أصن لابن أبي العاصم دارا قدني أيا ورنيا في المؤتلف والمختلف ابن عساكر في التاريخ تاريخ دمشق بكورنيا ابن عبد البر في الاستيعاب يغير كود باورنا يوانا آثار صحيحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قحر من قال روحي له هذا لأخيه ولا لك كل هذا يا كافر قال كيو فقد باء ولد المضي بها يعني كلمة دا كفر دا أحدهما مد كود با لد المضي عربا إمامكو إنو كو خلاص يوني من كان شيعة يا أبو بكر يا عمر يا مركا وحكشي غي حالكو
فأقول وحن لي ويري من قال روحي إلى هذا لأبي بكر أبي بكر يودونه أبي بكر عدة كسو كيسا عمر عثمان وحكشيرا نسقط قاركود وحي قريان ودويه قريا يعني ودويه أبو بكر يا أصحابتي سعيدة وحكشيكتا يعني حوران مركا عدة مركا وحكشيكتا يترى يا كافر قال كيو أبو بكر بو قال لما كنت المامي أما الصحابة دي كالكوه سيسي بو قال لما كنت المامي فقد باء ولدي المضي القائل متك أورانا يا كلمة دا ولدي المضي بالكفر قال لما دي بولدي المضي هنا هل كان قد عن سيقو أن إذا أبو بكر قال لما كنت المامي سا أيضا قال لما دي سيقو أن ولدي المضي سا قال محيلي لأن الله تعالى على سبحانه وتعالى كريه قد رضي وكرى لنقضي عن السابقين الأولين ذلك خير كأي وناق إنو قدر يهري قال الله تعالى لا يحل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ومن صب الروح عاي هؤلاء كواس فقد بارز الله تعالى إلهي وحوقبا بحي بالمحاربة دقال بوقبا بحي الواحد كورا انتان تدك الصبح والبمرك واغو أبريو أبو بكر يا عمر كو تصبيح سنة يا عيد وذو إلهي وقدواني إن إلهي وقدواني يا شيخ اللهم لعن صنم قريش له كورا حولي يا إمامك ومن صب هؤلاء كواس روحي عاية فقد بارس الله تعالى إلهي وقبا بحي بالمحاربة دقال وقبا بحي بل من صب المسلمين بل اسكدى من صب المسلمين مسلمين تروحي عاية أو آداهم دبا أو اسدراهم حقرة أو يسا فقد قدمنا وانصو هرمرنا أن ذلك أرنكاس من الكبائر الدنبيد ووين نيكمت اسكبدى أبو بكر يا عمر عشرة المبشرين بالجنة يا صحابة النبي محمد نفي مال هيل يخوب الدين تان كدفاعي dadka kale in wax laga sheego la yasaaba dambi weyn ah waxaad ka maleen saqafka saxaabada wax ku sheegay dayib xuri fama dhannu maluhum xunqaniya marka maxaad ka maleen man sabba ruuhi aaya oo wax ka sheega afdal al khalq khalqi midki ugu fadliga badna ba'da rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam rasuulka ilaahay ka gadaal ruuhi khalqiga ugu fadliga badna cida wax ka sheegta bal ka waran maxaad ka maleenaysaa لكنه لكن سلا يخلد كوار مايو بذلك يعني أرنك سببتي صف النار نار توقوار مايو إلا أن يعتقد إنه اعتقاد موياني نبوة علي رضي الله عنه النبي النمدى علي إنه اعتقاد موياني أيبش عادة كم إذا وحيليهين رسالة وحامركي هرب اللوذي نبي محمد وحي رسالة اللوموذي نحلك أن الله دورته علي باللوذي marka isu ekaanshiha ay isu ekaayeen baa lagu la khaldamay ilaahay ba khaldama ta'ala allahu amma yaquluna uluwan kabeera marka kuwaas waa gaalo kuwa waxa aaminsanaya waa gaalo aw amasi annahu ilaahun ali inu ilaahi haybu aamini abdullah ibn sabah yakuwisi marka yiraahdeen ali oo adaba ilaah noo awaa tu dabka ku gubay walamma ra'aytu al-amra amran munkaran أججت ناري ودعوت قنبرة مركان ركي حالة دي إني فرحة كبحضي ضب كي جينا وانش تي أدون كي يحوق ويناي قنبرنا وانو يردي بيكالة شك كقر بانش واتي عبد الله بن عباس أولها أنا جو حدان سيدا نقول لها مجو بين واندل لها النبي جو حلم بدل دينه فقتلوه أو أمس يعني أنه علي إنه علي علي إنه علي إله إله ويروح إلى هذا فهذا كاسي ملعون ملعون ويمن عضلا أو كافر قال هذين خلاصين مرك الشيعة علي القاري سيدة ومرك أو تلمامي في شم العوارد صفحة اللحظة يلو إلى لحو كتلمامي حولي هي روح صحابة كم إذا روحي عاية وفاسق ومبتدع بالإجماع لكن هذو اعتقادو يا هذو عيدو ذوابه اي حلال سيده الرافضه ده وقال
sidoo kale haduu yiraahdo caydooda waxaa laga helayaa ajar baa laga helayaa ka ratimaya ayadana muxuu noqonayaa waa gaal markaan sidoo kale haduu yiraahdo saxaabadii dhammaantood way wada gaaloobeen ilaa in yar mooye markaana muxuu noqonayaa waa gaal iyadana ijmaac baa ku guntamay afartaa masalo ama afartaa xaaladood yacni culimmadu waxay isku ijmaaceen ruuxii afartaa xaaladood laga helo inuu gaal yahay xaalad shanaad bay ku daraano hadduu saxaabigan u caayayo kownuhu saxaabiyan inuu saxaabi yahay uu caayayo waa aflagaado yacni nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh la gaadhsiinayo iyo durid la durayo saa darteed markaana uu ku gaaloobayaa bay yidhaahdeen aa'imadu saddex kooxooda marka shiicada ka mid ah culimmadu way isku waafaqsan yihiin gaalnimadooda arraafida ama alisnacashariya ama alimaamiya nimanka la yidhaahdo gaalnimadoodu culimmada agteeda ijmaac bay ka tahay annusayriya nimanka la yidhaahdo ee siriya haystana ayagana haddii ilaahay kuu roon yahay gaalnimadoodu way isku waafaqsan yihiin culimmadu way isku waafaqsan yihiin duruusta nimanka la yidhaahdana iyagana sidoo kale oo lubnaan iyo meelaha joogana gaalnimadooda culimmadu way isku waafaqsan yihiin khulaasada marka baabkaas saxaabada ku saabsan iyo shiicada waxa ku wajahan intaas aynu ku khulaasaynayno alkabiiratu alsaaminatu waalkhamsuun kabiirada konton iyo sideedad waxa weeye waa sadbu alansaari radia allaahu canhum fi ljumlati ansaar in la caayo oo wax laga sheego duuduub ahaan hadduuba saxaabadii inoo soo tilmaamay halkana ansaar muxuu u tilmaamay waa waxay odhan jireen waa takhsiisun bacda tacmiim shaygii caamka ahaabaa naloo soo sheegay kadibna takhsiis baa laga dambeysiyey ansaar maadaama ay ahaayeen lafdhabarta saxaabada iyo diinta dadkii lafdhabarta u ahaa nebi maxamedna salawaatullahi wasalaamu caleyh soo dhoweeyey in badan oo nusuusta ka midana manaaqibta ansaar lagu tilmaamayo saas baa imaamku si gaara ugu tilmaamay qaala nebiyu sal allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi aayatu liimaani iimaanka calaamadiisa iyo astaanta lagu garanaya waxa weeye xubu lansaari ansaar jacaylkeeda wey hadduu ruuxu ansaar jecel yahay maclam iyo macaalim iyo astaan ka mida astaamihii iimaankaa ka muuqda wa aayatu nifaaqi nifaaqa calaamadiisana waxa weeye waa buqdu lansaari ansaar in loo cadhoodo wey xadiiskii saxiixeynka min xadiisi anas ibnu maalik bukhaari iyo muslim baa warinaya wa qaala nebiyu sal allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi laa yuxibuhum ma jeclaado ansaar ilaa mu'minun ruux mu'min oo alle subxaanahu watacaala rumaysan mooyaane walaa yubqiduhum uma cadhoodo ilaa munaafiqun munaafiq mooye cid kale ansaar uma cadhooto bukhaari iyo muslim baa warinaya waa min xadiisi cabdillahi bni camar alkabiiratu attaasicatu waalkhamsuun kabiirada konton iyo sagaalaad man dacaa ruuxii dadka ugu yeedho weeye ilaa dalaalatin baadi buu ugu yeedhay oo amase sanna wuxuu jideeyey sunnatan sunno iyo dariiq buu jideeyey sayi'atan xun waddo xun buu ummadda u jideeyey oo lagaga dayday waa kabiira min alkabaa'ir qaala nebiyu sal allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man dacaa ruuxii dadka ugu yeedha ilaa dalaalatin baadi kaana calayhi dushiisa waxaa ahaanaya min alismi dembi yacni dembiga xaggiisa waxaa ahaanaya mislu aasaami man cid dembigeed wax la mida ayaa ahaanaya tabicahu raacday yacni dembigiisii waxaa u dheer ciddii raacday dembigoodaa u dheer laa yanqusu ka nusqaamin maayo daalika arrinkaas yacni dembigaa ciddii raacday loo qorayo min aasaamihim dembiyadoodii ka nusqaamin maayo shay-an shayna ka nusqaamin maayo isagu laba dembi buu leeyahay waa liyaxmiluu yacni awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saa'a maa yaxkumuun cid kasta oo dariiq aan xaq ahayn jidaysa oo lagaga daydo isaga dembigiisu waa laba jibaar isaga dembigiisu waa laba jibaar xadiiska imaamu muslim baa fii saxiixi ku waranaya waana min xadiisi abi hurayra wa kaana nebiyu sal allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa wa qaala nebiyu sal allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi man sanna ruuxii jideeya sunnatan sunne oo sayi'atan xun dariiq xun ruuxii jideeya kaana calayhi waxaa dushiisa ahaanaya wisruhaa dariiqa xun ee uu jideeyey dembigeediibaa ahaanaya wa wisru man cid dembigiisna way ahaanaysaa camila bihaa ku camal falay dariiqaas min bacdihi isaga gadaashi min kayra an yanqusa iyadoo aan laga nusqaaminayn min awsaarihim dembiyadoodii shay an shayna iyadoo aan laga nusqaaminayn rawaahumaa waxaa warinaya muslimun muslim baa warinaya
وقال صلى الله عليه وسلم نبي وحوري كل بدعة بدعة كستا ضلالة وبادي. وفي بعض الألفاظ اللفظية بركود وحكسونا وكل ضلالة بادي كستا في النار نار طيئات. إلهي مركو وحي الرسالة النبي محمد نوغسو ديبي قرآن كوكسو دجي وحكم إذا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وحكستو مركا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وخير نوغش يا جايبا خيرا. وحكستو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ان خير نو ان نوغش يا جنا خير ما ها الهي ان لوغما دوادو حي الله حدو خير يا النبي محمد باين وتلمام لها. سلف قاعدة ليهين اي كدوينهين دتك كلا كدوينهين قاعدة سوحوي كفار القريش مركي النبي يا صحابتي مركي الله اللي المحي لهذين لو كان خيرا ما سبقونا اليه. هدي وحن محمد بلال يا صهيب يا سلمان يا رقن ضعفاء النبي محمد اكشوغا هدي وحن محمد وحقيه نوغما هور مرين سلف وحي كاستنبادين يعني لو كان خيرا هدو خير هي شيء قاسي لسبقونا اليه صحابه النبي محمد بان نوغه هرمر لها مع ان صحابه النبي محمد كاغه هرمرين خير ما. وكل ضلاله بادي كستنا يعني في النار نار تايي هاتي بدعه مركا علماء قيب صي يري بدعه وحا لو قيمنيا بدعه حسنه ايو هدي الهي كرن بدعه مكروهه ايو وحا سودني وحي خلاف سنتهي واجتهاد العلماء اجتهاد كاسنا وحو خلاف سنة هاي ويكو قفيني سنة النبي صلوات الله وسلم على النبي وحو لي كل بدعة ضلالة حضاد الله إذ بدعة حسنة السلف كي باكو قد يديو ابن أبي شيبة في مصنف وحكورنيا عن عبد الله بن عمر لقورنيا إنه يري كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة بدعة كستابة وابادي ولو دتك هبا واركين حسنة يواناك بها واركين مركا حكوا فعلا شيء يعني هدي شيء عبادية هي أدو أصل كي بتاعك أنت هاي سلبين ما الدليل محا دليل وأبعد لا يقف كعبادة كذي هاي هدو شيء عاد يو كت علقنا وحال لي هاي يعني قف ك يعني هدي لا يكون شيء كودي ذي من عنا يا لي ما الدليل لا بقى أصل بالك القاضي نيايو أصل الأشياء الإباحة شياش وحا أصل وهم حي الإباحة ما لم يرد دليل التحريم دليل حرمه يهدان كسو أروري. أما شيء هدو عبادة قال أصل العبادة التوقيف أصل كعبادة ومدل تشوتي ميسان كي حلبيك اللو عبر يانا ونبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الكبيرة الستون كبيرة اللحدانات كبيرة اللحدانات الواصلة في شعرها تميه إذا مدي حجرين يسيوي يتمك لكو حجرين يسي يا والمتفلجة مدي الكه كلفوين يسي يا والواشمة مدي شركة ترطرق يسي اسم المدرس المتفلجة ومدي الكه كلك حين يسو للحسن فنح بيسم يسنسا الكه فنح لو يلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي قحر لعن الله ألا هن عدل حريس جسا كدريو الواصلة مدة تمها حريرنا يسا تمك لكو حريرنا يسا يا والمستوصلة مدة تمها لو حريرنا يا إن لو حرير يد البنيسة يا والواشمة مدة شركة ترقيس اسم مدهسة يا والمستوشمة مدة إن لو ترقو لو مدو يعني مركز البنيسة والنامسة يا مدة الصونية حيرسة يا والمتنمسة مدة الصونية إن لو حير البنيسة يا والمتفلجات مدة إلكها كلفوينيسة للحسن أي لأجل الحسن قروح درت يدنا أكل فغينس حاك بحية لأجل الحسن مركلوين للدواء هدي الكه يعني هدي لا يكون فالح ما كتر تأي الدواء هدي عذر كتر يدو للدوين الكه مركا أما بر لوحر أما هدي لا يكون لو كل فغين تاس مركا يكبحس المغيرات دورنا خلق الله إلهي سبحانه وتعالى خلق جيس يا أبو ركيس متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحي ثمن الكلب اي العكتيسة حرام حرام واحد مرك اي قاسي
يعني أيجي لبني أما بيرت إلى لنا أما أرجع هدي لا يكون وارديني ما كبر حيام مس كم بحيو ومسألة علماء ويسكو خلاف سنتهم. طيب قيب علماء كم ذي وحي رجح يعني عموم بالله تلمامي وأيجي أما كي لقول نفعنا يها هذا أما كي أن لقول نفعنا يها هذا إن إيبيا ما بنانا. طيب هذول عقتك ويدي سنة عرق يعني مركا وجبوح يقعنت وجبوح قيمنا وحيليه ما يكاد نفعي سواء لقى سوريبي ودم الحرام يديجي حرام تأهم ديجي حرام تأهم مثل فريسيها هذا أما كيدت ككشف مياه هذا أما كي حولها كشف مياه هذا وكسب البغي هوين يدي الثانية ده حيد وحي كسبتي مقابل كفرجي كذا حبين كذا ترنكا وحي يكون هذا طي وحرام ولعن وحن على النبي صلى الله عليه وسلم على إن حريست إن لقد يري وكوها باري الواشمة مدي شركة ترتر قيس اسم دمدس يو المستوشمة يمدي لو ترتر قيي يو آكل الربا مدكي الربا عني يو موكله مدكي عنسيني ولعن وحن على النبي صلى الله عليه وسلم على المصورين كو حصور ينوان على النبي نحريست إلهي إن لقد يري يكوها باري متفق عليه الكبيرة الحادية والستون كبيرة اللي حدنا يكون وحوي من أشار روحي كو إشارة يعني كفيقة إلى أخيه ولالك بحديدة بر كفيقة أما توريا هات أما منديها هات أما ورنها هات أما إيبها هات أما فاشها هات ولالك روحي يعني بر كفيقة وكبيرة من الكبائر يعني وحونا متيسنة وملعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحول من أشار الروح كفيقا إلى أخيه ولالك بحديدة بالروح كفيقا فإن الملائكة ملائكة تلعنه وإن عضليسا وإن كان هبا هذا الروح أو كفيقا أخاه ولالك ومن أمه وأبيه أبيه يهو يدي أيدالين ولالك أبيه يهو يدي أيدالين محال نبي وقوها القبصد معناها آمن بوكي هيو اسمال مرنا ولالك أبا كدلا يصومه وعد عدا هدا ولالك كوا أبوه دلي أبا تشريه لكن غالب يعني انت بدن آمن بوكي هيو ولالك أباها إيهو يدا دلي أبا أي دلي أبا وحكويلي اسمال حتى كاهدو إساقو كو عياري أو كغنحي وسوغلي قفك مسلم كامركا أديقو كو عياري إيا أديقو كتلا بينا يبا لمرهبو يعني قفك مسلم كائن هذا أرجع حجلسه الله مرهم. رواية البخاري من النبي كتب الإمام يحوله لا يشر أحدكم يعني إلى أخيه بالسلاح متكين ولكن ولكن يكتاجن هو بكيان كتاجن معايا لي فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع ما هو حلقة أما مرق أتى هو تكتبه شيطانين وقعنت هذا كسره وقفك مؤمن كأديش وحق درة أتكدش. رواه مسلم ما مسلم باورني في صحيح. الكبيرة الثانية والستون كبيرة لحظة يلا بعض وحوي من ادعى روحي شكت إلى غير أبيه أبيه عذان حين أبيه عذان حين مو شكت وحوي شكنا يلا بس سبب مدود بعلم دويره أضيع للي سجى وديده أي حوجا بولشده يعني اندبو حنين بولشده يعني اندبو حنين مقرنسا. طيب إن مركا كان لغو شيغو ديدا يالي لهذا إن هبل با ما إن هبل با تايكاوا ديدا أما إساقا وحويسو أركا إنو من سلاحان كسر أيو علم بو هلي إلهي با علم قد يقاي حولو هلي چاه بو هلي إساقا بولشده وحوكتشوغا مكانو يعني سرو كتشوغايو أضيع مسكين كأمرك إن لغوش يجو ما أقول. أركع عمدي هدو قط أمرك وكبيرة من الكبائر. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم قال وحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا وحيد من ادعى روحي شكت إلى غير أبيه أبيه عذان حين شرد وكحرا والحال هو يسجن يعلم أوجيه أنه غير أبيه إن أبيه أحين فالجنة عليه حرام جنة دوشي سحرام بيكتا جنادو دوشي سحرام بيكتا ونصوص الوعد نصوص الوعيد ويه
أهل السنة جمعوا بين النصوص الوعيد والوعد بي جمعية هرأي نوصو تلماني وحوي حرام بيكتها وحلو جيدان يعني هدو حلاشدو حرام بيكتها وكو قالوا بيا هدانو حلاشنا جنة قلتان كيدو حرام بوكيها دخولا أوليا يعني إنو لقلو مركو هرأي في السابقين الأولين تتكوه هرأي مركو جنة مركو هرأي قلي إلا هو كبير من الكبائر وقفك وحويا لا تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحال قوري إن صوبنه قال ويلي لا ترقبوا هنعنا عن آبائكم آبياشين هنعنا آبائكم حالوا ليدي آبها يا آبه عدات كواب ترسل السوا فمن رقب الروح نعكتشست عن آبيه آبه فهو كاسي كفر كفر ويهي هذا حلاشنا وكفر دين تلقى بحي هذا حلاشنا وحوي وكفر دون كفر كفر نعمة أي نقنع متفق عليه. وعن يسيد بن شريك قال وحي رأيت علي رضي الله عنه علي بن أشكي يخضب يسقى خضبين على المنبر منبر كدوش يسقى خضبين يا مسلمين تخضبين وشيدين فسمعته وحان مقلا يقول يسقى له ما عندنا أن نجا أكتا إذا معها أن أهل البيت كهدانون هاي كتاب كتاب نقرأه آن وأخرنه إلا كتاب الله كتاب كإلهي مويان شيعذا وحيفا في الصيب مبادئ أي يعني إلهي سبحانه وتعالى صحابة سئنا الدبان أي كحلا شتي كمدة إن يلهدين وحاجر علم جاره أهل البيت أهل البيت كاللودر دارمي صحابة نووي أشرين شرقول بيسميين ورك النوع سي قريين تيبك جواب يا حليه كتابك إلهي وحنا هين أكتا يدميال يا وما في هذه الصحيفة يا ورقدا وحك قرآن ورقدي سيفته وكسو صار فنشرها مركزو فردي ورقدي فنشرها وكل بحيي فإذا فيها ورقدا جوده إذا وحك قرآن أسنان الإبل يعني جيل دأدي سيبا كقرآن أسنان الإبل حلوش إذا ديدا يعني نوعيد جيل ديدا اللي جوقا دنيه أما السكدة اللي جوب بحنا يي شرع ووحدة يود أبوه تلمامه بنت مخاض يا بنت اللبون يا حقة يا جدعة دأبوه تلمام كواس أو قرن يا وأشياء شيال بأو قرن من الجراحات داوعي كمدة الجنايات كمدة داميدي يا حارسدي يا بادعدي يا جائفدي يا دامقدي كواس أو قرن وفيها وحاكو قرن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى وحولي المدينة مقالدة مدينة حرام يعني وحاران وحرم إلهي سبحانه وتعالى يا رسولك يسؤي حرميين وسهدين وصميين دم بإن لقو صمي يوم بنعنا ما بين عير بورت عير ليلة هذا إنت ورد حيصة إلى ثور ثور إنت ورد حيصة بورت ثور ليلة والله ببورود لابا ببورود وأيوه مدينة أفر بورود بيرد حيصة لابوا تقانينه ما بين لابتيها حرتيها لابد شيل مدو لابد سين بدل ما الحديث تقاركتين لابد أنا عير يصور لي رهدنا صور بورت أحد قداش هذا أي دعذا يردن كوقوي كجا آدم عير نوحي دعذا كوبي جذا أو وقوي هذا يتنو كآدم تاي محاكو بيجن وقوي محاكو آدم كونفرت فمن أحدث الروح يكسو درية فيها مقالدة مدينة حدثا حدث روح يكسو درية حدث هو جريمة ودنبي أما هو ابتداعي بدعو الله وضع سنهور وصوف سر أو أما سآوى صودم وصودوية محدثا روح دنبي لا كسو دوية كقرية فعليه دوشي سوحاتي لعنة الله إله لعنة ساهاتي يو الملائكة ملائكة عدش يذا يو الناس أجمعين ذاتك دمانتو لا يقبل الله ألا كأقبل ما يمنه حديثا صرفا واجب ألا كأقبل ما يو ولا عدلا سننا ألا كأقبل ما يو أما صرفا يعني توبة الله سبحانه وتعالى كأقبل ما يو ولا عدلا فدينا إلهي كأقبل ما يو انت بوالي ديمة المسلمين ديمة المسلمين مسلمين تمغن تودو واحدة ومتكلية إنه حل المجنجليو أمام قفل السيو قف قال يعني قف مسلم أو مجنجليو ذمة المسلمين مسلمين تمجن تودي ذمة واحدة ومتكلية
يسعى بها وحاو صعد مغنجليدي أدناه متكود أوه سيئا هدوني هاي هدو قبري هاي عيد والبا قف مسلمة ومغنجلين كرا قف قال ومغنجلين كرا مغنجليد عيدا ومغنجليد سيئنا الله مرنا في كرا فمن أخفر روحي كبية مسلمة روح مسلمة مغنتي سي كبية أو أدافة فعليه دوشي سوحات لعنة الله لعنة إله يا والملائكة ملائكة دوشي يا والناس أجمعين ملائكة لعنة يا ضدك دمانتود نعد الشودي باكود عيس عرفك الصومالي أنا وأنا قانية وأجي هور الصومالي أي قومانيد قفك مغنتي سهدي الله أدافة قبائل بيسوغر من شري قبائل بيسوغر من شري قف كان أنا مغنجيلي أما وابتغي أما واسيدغي أما واكن مغنجلي ذا سانسي هديم قف كان مركب مغنتي سلور دافو والاسكوبا بيتش هذا أنا بحب الدعاء كرت مساج كده حسين أنا قلب بحب ومن ادعى روحي شكت إلى غير أبيه أبيه عدا نهين أو إن تما أما أنصب شكت إلى غير مواليه جعل كيس عدا نهين حكتديس فعليه دوش سوحها هاتي لعنة الله ألا نعدد شئس يو الملائكة ملائكة نعدش يدباهات يو الناس أجمعين لا يقبل الله ألا كأقبل ما يمنه حقي سيوم القيامة مالك قيامة صرفا واجب إلهي كأقبل ما يفرض يو لا عدلا سنن إلهي كأقبل ما يروحاس إذن به أهين مجعل كيسي أهين أنس بشكت متفق عليه بل واحد كجر حديث كان رمين وعن أبي ذر رضي الله عنه وحال قوري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك له حكم غلي يقول استقولي ليس من رجل ما أهان ننكا سوء ادعى شيغن يلي غير أبيه أبيه عدان هين والحال هو استقن يعلمه أقيه إلا كفر إلا كفر وقرد عي هدو حال شدنا وكفر قدين تلقى بحي هديك لنا ومعصية كبير ومن ادعى روحي شكتا ما ليس له وحان استقى أسقنين روحي شكتا فليس منا نقمد ماها وحان وحين بو شكتاي علم آنو لحين بو شكتاي عقل آنو لحين بو شكتاي وحان لحين بو شكتاي ونبي قولي فليس منا نقمد ماها هذا علم هذا لحين ناس شكتنا يعني نبي صلوات الله وسلام عليه وحوري لا ينبقي للمؤمن أن يدل نفسه وحمؤمن كأمة حبونا إنه نفتي سدليه كيف يدل نفسه سذاب نفتي سدلينا قال أن يتعرض من البلاء ما لا يضيق يحن أبو ذكرين من صبان لهم يا مفت الديار هداد نغطو مثلا والبادو أترانا كالتوراي وليتبوى حد يرصدو حد يعني هدقو مقعده مكان فرقه وكليه من النار نار وكليه نار حق لوي معنيه ومن دعا روحي أغيره رجلا بالكفر قال لما أغيره إلى هيا كافر أما ومرتد أو أمس قال إلى هذا عدو الله يا عدو الله وليس كذلك يسقنا أن صدا هين إلا حار عليه أي رجع عليه سقي دب قلابته متفق عليه واللفظ لمسلم ومعنى حار وحوي رجع خلاصة روحي هل مسلوم بتنبيه وبهنه روح هدو أبيه يجعل كيسي حكتدي سعيدا نهين أوشيكتو حدي أوغتشيدو إنو يعني داد كان أوحقي رأيه أما اللي دنمو يعني مركا أوغعر رأيه ومركا كس إيو ما أولاكع أسمي مسألة دا سيوحا لعي كرتا يعني مركا استحلال إنو حلاشدو إنو مركا أوكو قالوبي أما ظروف كلا كو كليفتي ظروف كلا هدي كو كليفتو يعني وحال إيجي الظروف تكو كليفتي وأنا معصية يعني مركا هي كبير الكبيرة الثالثة وستون كبيرة صدحية الحذنات الضيارة باصيس جواه وين لحل باصيست أما جوريا باصيسنا سا أما هوين يجيبوا باصيسنا يا أما حيوان كيبوا باصيسنا يا أما جوريجو دقيبو باصي سنايا، أما معلومها يتدباتكو باصي سنايا، أما بلوهو باصي سنايا، وحاسوردن ما كم بنان، وعشيق ليه ويحتمل وحاسور تجلع، أن لا تكون كبيرة لنا كبيرة هين باصور تجلع، مشهور حسن سلمان وتعليقه وحوري،
عدها الحجاوي الحنبلي في منظومته في الكبائر وحو كتري إني كبيرتها سيدوك لي ابن القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين مجلد كشنات شنبق الخطباتنا يسديد أي كتري أجير ويحتمل أن تكون كبيرة إني كبائر تقمي طيبة سورة قلع. وعن سلمة ابن كهيل عن عيسى ابن عاصم عن سر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود بلاد الله عبد الله بن مسعود قال وحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا وحي الضيارة باصيسه شرك وشركي انت سوي حديثك مرفوعة انت انضم بكلام عبد الله بن مسعود ليه الضيارة باصيسه شرك وشرك وما منا نجم مدها إلا وقد يعتريه التضير وسبق إلى نفسه وإلى قلبه مذا نجم نجمد مشر إلا باصيسه وخدعي ولكن الله لكن الله سبحانه وتعالى يذهبه وحكجتكسي الله يذهبه وقد يذهبه وكتكسين يهو باصيسه بالتوكل تلا صار شدا إلهي وتلا صارنا يا الله كجتكسين يا صحيح الترمذي وقال سليمان بن حرب أي وحول وما منا نجمد معها إلا هو وباصيسته ومن قول ابن مسعود هذا الك عبد الله بن مسعود وليس من كلام النبي marka baasaysiga soo tilmaamay baasaysigu marka waxa weeye in la baasaysto ama makhluuqi ama bini aadan ha ahaado ama xayawaanki ha ahaade ilma yar baa ka xanuunsaday baa tirmid san cadaalaya saaka igu soo jarmaaday tayib dukaankii baa wax laga iibsan waayay saaka mid nujuma ii yimiyo sahal nujuma horrucdi ii yimi marka isaga igu soo asbaxay قليل با صود الفريستي غيركي صود الفريستي الله إله وذيك غيرك وقوين بعد من يوم مصيبة غيرك صوف وتصارت دروا با كاسو هرب حي مصيبة يبلو صادنا وحاسو نوا باصيس دواعا كاسو هرب حضي مدبا دواعار كي وحيري خير كليك خير كليك مدحوقا كعقيدة في عمبا وحيري يدا با كالله سنة خير كما يكون فريسته بهذا خير وذات لو جيدا مركب واحد صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي بحول الله عدوى عذر رزكي أوفى فمجر ولا ديرة باصيسنا مجر ونبي بحول صلوات الله والسلام عليه شيء لباصيست وأحب وحان جعله الفأل تفاؤلك يا كلمة وانا اكسن بان جعلها قيل وحليل يا رسول الله رسولك إلهي وما الفأل فألق محويه قال وحلي الكلمة الضيبة وكلمة دون أكسن وحباد مقشي وحي آد مقشي بات كلمة دون أكسن يدق دون أكسن أتكوحا بارتي فألي بالي تفاؤل بالي يعني غزو الحديبية مركي كفار القريش أي سهيل صادرين سهيل بن عمر نبي يقول مقع عاسو تفاؤل كسم يوحو يري سهل الله أمر أتاكم سهيل سهل الله أمركم سهيل بايدي يمي إلهي سبحانه وتعالى أرنكيني واسهلي مركي كلمة دوان أكسن واتاس بعد ما قشا يديقوا اللغين يوم بعد يكالون طي يا واجد ورالي لي بعد دي بواهلي أديقوا عدو صعداد واحد مغشيا ناصر الله إلى نصر يقول بن هلاي الكبيرة الرابعة والستون كبيرة أفري الحدنات وأشرب عبتان وحلق عب في الذهب الذهب كي والفضة في الذهب يقال كي وحلق عب قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي حرير لا تلبسوها لبسننها حرنين الحرير حريرتي ولا الديباجة حرير تمد يدي أتكيدنها حرنين ومن باب عطف العام على الخاص ولا تشربها كعبين في آنية الذهب والفضة ويلكي ذهب كي يقلن كأهان وحاكو عبنا ولا تأكلوا هاكو عننا بنبي في صحافها حريها دينا وحاكو عننا يسحمد دي فإنها ويلكا قلن كي يفضد لهم قالدوا أصغنا دي في الدنيا الدنيا دا ولكم يدنكنا وادليدهم في الآخرة آخرة كل دين متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يحرر إن الذي متك يأكل عنيا ويشرب عبيا في آنية الذهب والفضة والذهب كي يقلن كوحكو عبيا إنما يجرجر وحكو قرجع قرجع سينيا في بطنه علوشي سنار جهنم نار جهنم
جرجردو حوي وصوت الإبل حين يشرب الماء قيلوا مركو بيها وعبيه صوتك يعطك يعني مركو علوش يسكون عيا قعد لوين. قالوا حي النبي صلوات الله والسلام عليه ومن شرب الروح عبه في الفضة والكي في ضدها الروح وحكعبة لم يشرب فيها كعب ما في الآخرة آخر كعب ما أخرجهما وحصوصاري مسلمون مسلم بحصوصاري. قاعدة من قواعد الفقه وحيلاده من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. الكبيرة الخامسة والستون كبيرة شنية الحدنات الجدال دودي ويه يوال مراء مرنكي يولد الضد أتكيد مع جن مدى هيد يوكلاء القضاة يقاديا شكو الله وكي شيء لا يرد يكو دعوة قبل سنوة. قال الله تعالى إله وحده سبحانه وتعالى ومن الناس ذاتك وحاكم ذا من باكم ذا يعجبه وعجب قلنا يقوله هذا الكيس يوراه ديسو في الحياة نلش نحن ذا الدنيا دو والحال يشهد الله إلهي وأمر خاتي قلنا يوم على ما شهدوشيس في قلبه لابتي سبح ذا كسوا وهو يسغن ألد الخصام دودي سمذا يعدكت هيئة. وإذا تولى هدوش يستبع الله سبحانه وتعالى سعى وصعون في الأرض أرلد نحن ذا ليفسد فيها إنو فسهاديو ويهلك وهلاقي الحرص بيرتئي والنسل ترنكي وهلاقي. وقال تعالى لا يحرر ما ضربوه ما ضربوا كوغمان يلين هو أمساشية صالها لك عديق إلا جدلا دود موياني بل إسكدا يهم يقو قوم قوم ويخصمون مرمى يودودي قوم دود بنوي أيدو حي السبب تيدو حي مركي إلهي سبحانه وتعالى أجري إذنك إيا وحد عابدسان أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يوحي إلى هذا وحى إلهي كسوك يؤي العابدي ولن هدي العابدي وأن وقف لن تيمر هدي عيسى بالعذاب تيبا إلهي كتواب يوحي ما ضربوه تصالها كومان يلي لك أديك إلا جدلا دود مياني بل إسكدا يهم إيه قوم قوم ويخصمون دود بدن ومرمي. وقال تعالى إله وحر إن الذين دولك يجادلون دودي في آيات الله آياتك إلهي دحر دودي بغير سلطان حجلان كدودي يعني سلطان كأي حجدا سؤاتهم أيمي يدو آن يشرين إن في صدورهم ما في صدورهم لا به دمعهان إلا كبر كبر ويوحك لحق ومديد ما هم معهان بالله سبحانه وتعالى كبر كاسنا ببالغيه كوغار يماها نبالي لله سبحانه وتعالى وحق أديد يا وحوي وكبر. وقال تعالى إله وحده سبحانه وتعالى ولا تجادلوا هل دودنا أهل الكتاب أهل الكتاب كي هل دودنا إلا بالتي إلا بطريقة التي طريقي مويانه هي يدو أحسن وناك بطنيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحده أبقى ذو الرجال رق وحالوغن عبيه إلى الله إلهي سبحانه وتعالى حقيس تعالى كرهي الألد الخصم مدك ضد أذق ضد بدن أي إلهي حقيس اللغن عبيه. وروى الرجابة وري أبو يحيى صاحب السقدي سنتك بنانك كووك يعني عيلة كجرت أنك أنا ضعيف وهو لين وأنا ضعيف عن يحيى بن أبي كثير الضائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحير صلوات الله وسلام عليه من جادل روحي دودا في خصومة دود بغير علم أقون درنا كود دودا لم يسل كمسول في صخد الله ألا سبحانه وتعالى عرديسا إنو قال له عرديسيا حتى ينزع إلى أكسب ومركا دودي أكتغ سنة كضعف يكجر ضعيف الجامع الصغير شنكون شنبقل يكونتن يكو رواية أنضم بي صوص عطا صحيح. وروى حجاج بن دينار وحوري وهو صدوق عن أبي قالب وحكوري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوري ما ضل يعني ما ضل مل ما بوير نبي صلى الله وسلم عليه قوم قوم بعد هدى هنون كبعدي كانوا عليه دوشي سايكو سبناين إلا أطوب حالسي الجدل دود بالسي قوم مركي هورتو سنايو اللومي حداد أركتو
دود بالسيي ثم تلا وحو اخري نبي صلوات الله وسلامه عليه ما ضربوه كومان يلين لك اديق الا جدلا دود مو يوحكر كومان يلين تصالها بل اسكدا يقوم قوم ويخصمون دود بدن ومرمي ويروى وحال وريع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاور صحيح الجامع الصغير شنكن شنبق لي استقال نبي وحال وريع ان اخوف ما شيء كوعب سيده بدن يا اخاف على امتي امتي اذا انو بقيا وحوي وزله العالم وعالم كسمبر الحشديس يا وجدال منافق منافق دودي وبالقران قرانك وكدودي يا ودنيا ادنيو الدنيا سو تقدع غوغينسا اعناقكم قورشين ادون انت دبا غشان لقنت ايدن غوينسا ايون بان ان كبقيا ابو النبي رواه يزيد بن ابي سياد باورني عن مجاهد عن ابن عمر حديثه اسقو مرفوع وضعيف لكن وحو كسوغن يحي حذيفه ابن اليمان بو كسوغن يحي للكائي سيده كتلمامه في شرح اعتقاد اهل السنه والجماعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو يري المراء مرنك اي مرنك iyo dooda fil quraan quraanka lagu dooda kufrun waa gaalimo haduu jeedo ayadkan rabbi subhanahu wa ta'ala iyo xaqa loo sheegayo inuu canaado u diido waa gaalimo haduu aan u jeedin oo isagoo hadii ilaahay ku rayo wax taawishanaya u diido marka waa macsiyo ayay noqonaysaa hadii sahiha way mishkatul masabih 200 ila xarqanka وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر وحال قوري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكوري قال وحوري من خاصم الروح دوضة في بادل بادل روحي كدوضة والحال هو يستغن يعلم أوقيا وحا كدوضة يأين بادل يهي لم يزل كمسول في سخد الله عرض إلهي حتى ينزع إلى بادل كي أكسيبه كاب قبيلة دي باسوق لأي لو يردي باسوق لأي وذات كي مصالح ميستي باسوق لأي qabaail ku xiyaabaha isku haysteen ba soo galaya nin walba oo og shayga uu ku doodaya inuu baadil yahay baadil difaacayo cara ilaahi ba ku dhacaysa subhanahu wa ta'ala ilaa uu kasiibmo oo marka dooda baadilka uu ka haro shikatul masabih 239 wa fi lafd riwayah kala waxay faqad baa wuxu la dheelmay bi qadabin cara oo min allah ilaahi xaqiiska ahat akhrajahu abu daud ba warani lafdigan dhaafi ba ku jir ويروى وحال وريا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحال لغا وريا اخوف ما شيك او عبسدا بدني اخاف على امتي امتي اذا انو بقيو وكل منافق منافق دمانتي عليم اللسان يعني مركا او عرب كيس او علمي بدن يحي وافتهن وانين منافقة وحا افك كشيغي وحا يعني فعل كيس قول كيس اسخلاف سن يعني عرب كيس او مد علمي بدن oo wixii ummada xaq ahaana ummadii baadil buu uga dhigay waa ka dareerin wixii xaq darada ahaana xaq buu uga dhigay hadisku waa sahih oo sahih jamcu sagir kun shan boqol konton iyo afar wa anhu sallallahu alayhi wasallam qala wuxuu yidhi al hayaa xishoodku iyo wal ciyu kaadsiinyaha ruuxu inuu kaadsado oo masaa'ishi cilmiga ahayd iyo hawshiisa oo dhan kafiirsa ay ku dhisnaato shucbatan laba qaybood way oo min al-iiman iimanka kamida xishoodka iyo kaadsiinyuhu iimanka kamid yihiin tayib in ruuxu xishoodo al-haya wal iiman qurina jami'an fa idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar bukhari ba fi al-adab al-mufrad ku warinay iimanka iyo xishoodka waa la xiriiriyay hadii mid kood la rafciyana ki kalena waa la rafcinaya wuxuu nabigu yiri salaatu llahi wa salaamu alayhi والبداء عرب ديرانت الروح وعرب دير يا والبيان افتح النمد شعبتان لبا قيبود من النفاق النفاق كم اذا واحد افتح النمد مخا مخا لو ايده مخا 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 سببي مخاي ايرستاي وعي ايرستاي سومااليدا waxay yiraahdaan ninka muxuu aha ninka af badan dhalka aabahaana waa ku seejiya soomaa nabigeenu wuxuu yiri inna min albayan la sihr aftahanni mada qaar keed waxaa kamida nooc sixir oo qofkii xaq lahaa lagu xaq waasiyo ayaa kamida taasuu nabigu diiday salaatu allah wasalaamu alayhi wuxuu yiri al wal badaa'u arab dheeraanta iyo wal bayaanu yaani aftahanni mada shuqayb kamida shucbataan laba qaybood weeyo min annifaaqi nifaaqa kamida ayuu rasuulku salaatu allah wasalaamu alayhi marka hadiiba ilaahay kuugu deeqay aftahanni ma uu kuugu deeqay
soomaalidu waxay yiraahdeen ilaahna la kala bari og hadalna la kala odhan og hadiiba ilaahay aftahnimo kugu deeqay aftahnimadaada xaq ugu adeeg laakiin aad xaq ku buriso ha isku dayin xadiisku waa saxiix ابن أبي شيبة في الإيمان كورنا شغل بان له صحيح يا لي والله سبحانه وتعالى أعلم الصواب أعلم بالله توفيق